مثلا كمان هون بدي اعمل ترانسليشن للفيكتور للبوينت A بفيكتور U لنقول U plus V translate A by the translation of vector U plus V. هون لحتى زيح ال A بدي اجي انقل الفيكتور U وال V لعند ال A. فيني اعمل البارم رول عفوا شيء سيسروا بالاول خليني انقل الفيكتور U لعند ال A. ال U بدي ارسمه من ال A خط parallel على ال U نفس المسافة نفس الاتجاه. هلا فين نعملها مثل اذا بدكم بالفيزياء على المربعات، مثلا الفيكتور يو جاي اربع مربعات على اليمين ومربعان نزول، فبيجي انا من الاي اربع مربعات على اليمين ومربعان نزول، هيك كون رسمت الفيكتور يو نقلته لهون. ماشي، هيدا نقلت الفيكتور يو لعند الاي. هلا بما انه بدي اشتغل باي شيسلس، نهايه اول فيكتور بتكون هي الاوريجين لتاني فيكتور، بتكون هي البدايه للفيكتور الثاني اللي هو الفي. الفي كمان في نرسمه بالمسطرة، اعمل بارلل مثل ما عملنا قبل شوية، مثلا بحط هيدي المسطرة لنقول هيك على الفي، والمسطرة التانية هون هيك، وبروح لعند نهاية الفكتور وبرسم اني الفكتور في. ماشي، الفكتور في اللي هو راح يكون هذا الشكل من هون، نفس الاتجاه بده يكون مثل هيدا، نفس السنس وسيم ماجنيتيود، هيدا فيكتور في. فين نرسمه بهاي الطريقة، وفين نعده مثل الفيزياء، الفي جاي مربعان يمين ومربعان طلوع، عفوا مربعان يمين ومربعان طلوع، فبعد من هون مربعان يمين ومربعان طلوع بوصله. عرفت شو؟ هيدي اليو هيدي الفي. بما انه انا عم بعمل شيس للسرول، قلنا نهاية اول فيكتور وبداية تاني فيكتور بيروحوا مع بعضهم، بضل في عندي البداية الاولى والنهاية الاخيرة، فجوابه رح يطلع على اليو بلس في، رح يطلع شو؟ هاي الفكتور اللي بنوصل البداية الأولى والنهاية الأخيرة. هول هيدا هو، هيدا هو جواب اليو بلس في، وهيدي بتكون الـ A برايم اللي هي الإيمج للـ A by the translation of vector U plus V. يعني نحن قلنا للـ A روحي بفكتور U plus V، أول شيء مشيت الـ A بفكتور U يعني بطريق U، يعني نفس المسافة ونفس الدايركشن ونفس نفس السنس، وصلت لهون. رجعنا قلنا لروحي بفكتور بطريق اسمها فكتور في، الفكتور في جاي هيك، فهي مشيت هيك وصلت لعند الاي برايم اللي هي الايمج للاي، الانتقال للاي باي فكتور يو بلس في. هيدي بتعتبروها اكسترا كمان وبترسموها. بيكون السؤال هو فايند ذا ترانسليت، نفس السؤال اللي عم نحكي فيه، construct the translate of the image of A by vector U plus V. يعطيكم العافية.